قررنا بفيديو اليوم نتسلى شوي اكتر، وقررنا انه ندخل على حساب كارما فاشن على الانستغرام ونشوف تقييمها لاخر اطلالات المشاهير بايفنتات عالمية، والاخص انه هيدا الصيف كان كتير في ايفنتات ورا بعض، وكان في كتير زحمة اطلالات لكتير مشاهير نحن منحبه. فرح نشوف هل يا ترى كان تقييم كارما فاشن بمحله او نحن ما منوافق الرأي بالكلام يلي حكيته. بس قبل ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. رح نبلش اطلالات اليوم بالاطلالات مهرجان البندقية السينمائية اللي استمرت 10 ايام، طلوا من خلالها مشاهير عرب واجانب باطلالات بعدها كان موفق وبعدها كان دون المستوى الصراحة. هلأ رح نشوف رأي كارما فاشن ببعض هيدا الاطلالات ونشوف اذا رأيه كان بمحله او نحن ما منوافق الرأي. هلأ اول شي رح نبلش باطلالة ريا ابي راشد. ريا كان فستان اللي لابسته من توقيع زهير مراد، الفستان كان انيق جدا وكتير لابق لجسم ريا، وبصراحة ريا بميزة ابتسام طلطلطة وحضورها، وانا شخصيا بحب كتير الشيء اللي لبسته. وتقييم كارما فاشن كان منصف بحق ريا، انه الاطلالة مرتبة وجميلة وبتليق بالمهرجان. فهالمرة يس كارما فاشن نحن منوافقك الرأي. وهلأ مننتقل للإطلالة الثانية اللي هي إطلالة جورجينا. بصراحة الإطلالة عملت كتير ضجة لأنه جورجينا دائما كتير بتجهز نفسها لمهرجان مهم مثل مهرجان البندقية، وكتير حكوا عن هيدا الإطلالة إنه هي عندها فريق بيهتم بإطلالتها وإنه لازم يكون يعني إطلالة لا تنسى، إطلالة أيقونية. هلأ أنا شفت إنه جورجينا حاولت إنها تعمل إطلالة أيقونية، حاولت تعمل شيء جديد، ولكن للأسف كل الناس انتقدتها، كل صفحات الفاشن، كل المختصين قالوا إنه إطلالة غير موفقة. وكمان كارما فاشن انتقدت هيدا الإطلالة وقالت إنه كان ممكن إنه الإطلالة تكون أفضل من هيك بكتير، واللوك سيء وما مناسب لجسم جورجينا. وأنا بصراحة بهيدا النقطة بوافق الرأي، بس ما بشوف إنه جورجينا استحقت كل هيدا الهجوم. يعني هي حاولت إنها تعمل إطلالة أيقونية، حاولت إنها تضبط الإطلالة، أكيد كانوا بيطلع مع شيء أحسن بكتير، ولكن يعني فستان ذات نفسه ما هو سيء كتير، ولكن اكيد ما بليق بمهرجان مهم مثل مهرجان البندقية السينمائي. فانا بوافق كارما فاشن بس بنسبة 50% هيدي المرة. ولساتنا بمهرجان البندقية السينمائي ومننتقل لإطلالة الموديل العالمية إيرينا الشيك. هلا بصراحة إيرينا معروفة بجمالها وبجاذبيتها وبطولها، ولازم هيك شخصية دائما تلفت الأنظار على السجادة الحمراء باعتبار إنه كتير من الناس بتنتظر إطلالتها لحتى تشوف شو لابس. هلا كارما فاشن عن هيدا اللوك يلي طلت فيه إيرينا الشيك قالت انه هي اكتر لوك زعلت لما شافته. بصراحة مع حق بهيدا النقطة، لانه واضح انه ارينا ما حطت اي مجهود بهيدا الاطلالة، هي فقط لبست فستان اسود بسيط، يمكن هي عملت شوية مجهود بالميك اب، بس مع ذلك تقريبا الميك اب واللوك والشعر غطى على جمال ارينا تماما، وكأنه شخص تاني موجود وعم بطلع السجادة الحمراء. واصلا اللوك فعلا ما هو مناسب لا تكوين جسمه وما ابرز جمالها نهائيا. ما بعرف، انا حاسة اني عم وافق كارما فاشن بكل اراء، ولكن صح هيدي المرة مع حق، وانا عن جد ما حبيت، ما بعرف اذا انتو حبيتوا اللوك او لا، ولكن اكيد يعني نحن عم ننقد من باب المحبة لإيرينا، لانه هي شخص لازم يكون طلته اقوى من هيك، هي شخص تأثيره قوي ومهم بعالم الفاشن، فلازم تكون اطلالته بمستوى اسمها اللي صنعته وتعبته حتى تصنعه على مر السنوات. وهلأ مننتقل لأطلالة الانفلونسر العالمية بمجال الفاشن ليوني هاني. هلأ ليوني تعتبر من أشهر الفاشنستات بالعالم، فأطلالتها هي محط أنظار الكل. هلأ ليش أنا عم أقول هيدا المقدمة عن كل شخص؟ لأنه هيدا الشيء بخلينا نشوف هل أطلالته كانت بمحلها بمكان اسمه وقيمته بعالم الفاشن أو لا، لأنه في أشخاص نحن ممكن نعذر له أنه تكون أطلالته عادية أنيقة بسيطة، بس في أشخاص لا، لأنه هن المعتبر مبارين على انهم مؤثرين بمجال الموضة على مستوى عالمي، فاطلالتهم لازم تكون يعني كتير واو لما نشوفها ننبهر. رح نشوف اذا ليوني ببعض هيدا الاطلالات حققت هيدا المعادلة او لا. هلا اول اطلالة رح نحكي عنها لليوم
هي هيدا الفستان اللي عم تشوفوه على الشاشة. كارما فاشن قالت انه الفستان جدا لابق لجسمها والشعر كان مناسب، ولكن هي ما حبت قصة الصدر للفستان لانه ما كتير مرتبة، وهي ما بتفضل هيدا النوع لانه بقلل من قيمة الاطلالة. هل انا بوافق كارما فاشن هيدا رأيي بخصوص قصة الفستان، ولكن بالنسبة لي بصراحة ما حبيت، يعني ما حسيت وقت شفت اطلالة ليون انه واو او انه هي شخص جدا مؤثر. بصراحة حسيت الاطلالة بالنسبة لإلها كشخص عالمي بمجال الفاشن جدا عادية جدا عادية، يعني ما حسيت فيها هذا المجهود، ما حسيت انه انا وقت بشوفها انه هي فاشينيستا الانظار لإلها، هي شخص كتير مهم ومؤثر بعالم الفاشن، ما حسيت هيدا الشيء للأسف. فهالمرة انا مو بوافق الرأي لكارما فاشن، حتى لون الفستان حسيته هيك يعني بالنسبة لألوانها ممكن كانت تطلع أحلى، ممكن كانت تشتغل أكثر على الإطلالة. فهالمرة موافق كارما فاشن الرأي، ما بعرف أنتو شو رأيكم إذا حبيتوا هيدا الإطلالة. أما الإطلالة الثانية لإلها فكانت بالفستان الأسود، مثل ما نكون شايفين في ريش، وانتقاد كارما فاشن كان إنه هيدا البنت إذا ما لبست ريش ما بترتاح، لأن هي كتير معروفة بنوع هيدا الفساتين اللي هي بتحب يكون فيها ريش وحجم كبير وهيدا القصص. وكارما فاشن قايلة عن هيدا الإطلالة إنه هي إطلالة عادية، بصراحة أنا بشوفها كمان أقل من العادية. السبب مثل ما قلت لكم إنه هي شخص عالمي مؤثر جدا بمجال الفاشن، إطلالته يعني مكررة شفناها كتير، ما بعرف حسيت إنه ملينا من هيدا ستايل على الريد كاربت، ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني الرأي أو لا. على كل خبرونا بالكومنتات إذا أنتم موافقين هيدا حكي اللي أنا حكيته عن إطلالات، أو أنتم بتشوفون لا كارما فاشن مع حق، أو يمكن يكون عندكم رأي مختلف، مهم اكتبوا لي كله بالكومنتس، نحن بنقرا ورح نتقاتل خلف الكواليس ليك كارما فاشن ورا عم بتراقبني عم بتشوف اذا كلامي صح او لا. بس كمان هيدي المره يعني فينا نقول اني بوافق كارما فاشن 50%. هلا هدول الاطلالات اللي حبيت انه نحكي عنها وندردش فيها بخصوص اطلالات مهرجان البندقية السينمائي. فخلونا ننتقل لايفنت تاني كمان كان اخر فترة السوشيال ميديا كلها عم تحكي بالاطلالات فيه، اللي هو توزيع جوائز الام تي في وطلف كتير من المشاهير العالميين، وكانت اطلالات بعضها موفق وبعضها عادي. حبيت وجود المصممين العرب بهيدا الايفنت، واحلى شيء انه حتى كارما فاشن كاتبة انه من افضل اطلالات الحفل هي اطلالة من توقيع زهير مراد، وهذا الشيء كثير بنفتخر فيه بوجود مصممين عالميين هالقد مهمين، ودائما وغالبا بيكون احسن اطلالات هي من توقيع المصممين العرب. بالنسبة للاطلالة يلي من توقيع زهير مراد، فتعليق كارما فاشن على الاطلالة انها هي التحفة الفنية، بصراحة عن جد الفستان تحفة فنية. والأحلى من هيك أنه غالبا هيدا نوع من الفساتين وقت بنلبسه وقت يكون يعني القطعة ذات نفسها هي عبارة عن تحفة فنية، غالبا بيكون صعب التنسيق أو صعب أنه يكون حلو أو مرتب على الجسم، بس هيدا الإطلالة أنا بصراحة بشوفها مكتملة ورائعة، وبوافق كارما فاشن 100%. المميز بهيدا الفستان مش بس انه هو ككل قطعة فنية، اذا مندقق على كل جزء موجود بهيدا الفستان منلاحظ وجود رموز وصور بتعبر عن شيء متعلق بالفلك وبأوراق التعروت وبهيدا القصص. اذا بتلاحظوا حتى موجود رمز الشمس ومكتوب تحت شمس، حتى موجود عدة رموز وهي عبارة عن مثل أوراق للتعروت للأشخاص اللي بيتابعوا علم الفلك والتنجيم والقصص، لأنه بهيدا الكوليكشن لزهير مراد كان هيك عنوان العرض وعنوان القطع اللي عمله. هذا الفستان أكد وبين إبداع زهير مراد بأنه يعمل قطعة تقيلة حلوة وخرج حفل ضخم وحفل جوائز حلو، وبنفس الوقت في إلى فكرة ورمز وتحفة فنية. ومن الإطلالات اللي قيمتها كارما فاشن آخر فترة هي إطلالة كايلي جينر بأحدث لقاء تلفزيوني لإلها وقت لبست فستان من أجدد كوليكشن عرضته فيرزاتشي. هيدا الفستان كان كتير مميز من لحظة اللي شفنا على الرانوي وقت لبسته بيلا حديد، وكان كتير العرض مستوحى من شكل دوناتيلا فيرزاتشي، وكان عرض كتير حلو بصراحة، وستايل الفساتين كان حلو وغريب. يلي لفتني بالموضوع إنه كايلي جينر لبست هيدا الفستان بطريقة
الحقيقة طلعته من فكرة انه هو كتير غريب، عملته انه لا بينلبس بمناسبات عادية مثل لقاء تلفزيوني، بيضل في هيدا اللمسة من الابداع ومن الغرابة، بس بنفس الوقت بيشبه شخصية كايلي جينر. هيدا الملاحظة بالضبط يلي حكيتها كمان كارما فاشن، وذكرت هيدا الموضوع انه كايلي اخذت الفستان لعندها وحطته بستايلها. وبصراحة انا بوافق الرأي وكتير حبيت التغير يلي صاير بستايل كايلي جينر آخر فترة، فطبعاً بوافق على كارما فاشن الرأي بهيدا الإطلالة. لا تنسوا تتابعوا كارما فاشن على الانستغرام لتكونوا مواكبين لكل البوستات يلي بتنزلون وكل التقييمات يلي هي بتحكيها وكل القصص الخفية اللي موجودة بعالم الموضة، لأنه في كتير شغلات وكتير قصص بتكون ممتعة للأشخاص يلي مهتمين بعالم الفاشن ليشوفوا ويتعمقوا أكتر إنه الفاشن هو فن أكتر ما هو مجرد ملابس أو أشياء العلاقة بالتجارة. وبتلاقوا رابط حساب كارما فاشن بالوصف لحتى تتابعوه وتشوفوا آخر الأخبار. وهلأ رح نختم بآخر إطلالة قيمتها كارما فاشن، هي إطلالة كيم كارديشن بأحدث البرامج الحوارية. كيم كانت لابسة فستان من السيلفر، هلأ هيدا الفستان مناسب لجسم كيم مثل ما ذكرت كارما فاشن، وإطلالة عادية من الميك اب والشعر ومناسبة وخفيفة خارج لقاء تلفزيوني. هلأ أنا بصراحة حسيت إنه كيم متقدمة بمكان ومتراجعة بمكان بإطلالاتها، يعني إذا بتلاحظوا كم آخر فترة عم تلبس النمط يلي هي عم بتقدمه بعلامتها التجارية، عم تلبس أحدث كوليكشن أو أشياء بتوحي كأنها هي عم بتروج لعلامتها التجارية، يعني هي عم تعرف تلعب تسويقيا صح مثل عادتها، ذكية جدا بعالم البزنس والتجارة. ولكن ذوق كم العام وإطلالاتها عم حسها شوي متراجعة أو متخبطة، أو هي بس عم بتركز إنها هي تروج علامتها التجارية بغض النظر عن القيمة الفنية أو قيمتها كأيقونة بعالم الفاشن. يعني كم بالفترة الأخيرة مركزة على البزنس أكثر من تركيزها على اسمها كأيقونة بعالم الفاشن، يعني هي مركزة على إن تروج بكل الطرق الممكنة وحتى بستايلاتها وأزياء، لأن هي بتعرف قديش ما إطلالاتها بتعمل ضجة، فمركزة إنه هيدي الضجة تنعمل بهدف الترويج للقطعة الجديدة أو الكوليكشن الجديد اللي عم ينزل بعلاماتها التجارية. يعني إذا لاحظتوا الألوان اللي عم تختارها كم آخر فترة هي الألوان يلي بتناسب ألوان مثلا ملابس السباحة اللي شفناها أطلقتها آخر فترة، حتى نفس النمط، حتى نفس النمط اللي هي طلعت فيه لتروج العلامة التجارية عم تتبعه بإطلالاتها اليومية. يمكن يكون هيدا الشيء من تأثرها، أو يمكن هي علامات التجارية بتشبه هيدا النمط من الشخصية فهي ما قادرة تطلع منه، أو يمكن هي عم تتقصد هيدا الشيء لحتى تخلي الأضواء مسلطة على اسمها على علامتها التجارية على النمط اللي هي بتقدمه. يكون هيدا الشيء ذكاء من كم، أو هي دخلت بدائرة التكرار، فخبروني رأيكم بالكومنتات. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، خبروني رأيكم إذا أنتم بتوافقوني رأي أو أنتم من رأي كارما فاشن.